الشيخ لاحظنا في الآونة الأخيرة استعمال مكثف للدرين البلاستيك اللي تهدد خطر على التنوع البيولوجي نتاعنا وخاصة تهدد مصدر رزق البحارة. دونك الفورماسيون هذه هي رجوع للتراث وصنعة أجدادنا هي الدرين من العزف. الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو محافظة على التنوع البيولوجي بالمحافظة على تراثنا الثقافي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى قاعدين نعمل في دورة تكوينية للبحارة. صار البحارة باش تكون مصدر رزق لينا وخاصة أنه فما مكونين من مركز التكوين للصيد بتبولبا كما موجودين معنا مدربات من مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة باش يتعلم الصغيرات هذوما وخاصة يعلموهم انه يكون عندهم مصدر رزق. من هنا هكا الربطة هي نفسها راهي مش تبدل نفس الشيء. تدخل يدك من هنا تاخذ الخيط نتاعك تخرج يدك تلقى روحك ربط. جينا هنا باش نعرفوا بالدرين تاع الرجون اللي هي درينة قرقنية قديمة في التاريخ ورثناها على جدودنا قديمة برشا وموروث ماذا بينا نحافظوا عليه. تسفيهم كما هكا بيدك فور ما تربط عليهم تشدهم هكا بيدك تربط الربطه نتاعك هكا وتشد الربط. ثم شكون يحب يتعلم اما مش بكثره دولة هنا معناتها بالرغم اللي مستير ماهيش معناتها مشهوره بدنيا العرجون يمكن يسمعوا بها اما ما يعرفوهاش يعرفوها كي يشوفوها ما يعرفوش يخدموها. وقت بتكلم معناتها ما شاء الله معناتها ثم اقبال وثم حرص انهم يحبوا يتعلموها. كبيره نعمل الدورة نتاعها حتى لزوز متر تنجم تشدك نهارين وواحد اكثر تنجم تعمل في اقل منها تعمل درينة كاملة. هذا لو كان تكون المناطق الكل اللي على شريط الساحل كلها تحفظ وكلها تنتج ومن شأنه هو باش بطبيعة الحال باش يبدل من البيئة البحرية ومش يحسن مردودية حتى البحر. البحر هو أكثر المرض نتاع البحر من البلاستيك. نتعلم في صنعة الجديد باش نحمي بحرنا ونحمي بيئتنا ونحمي التنوع البيولوجي في بحرنا بحكم انه مصنوعة من مواد ايكولوجية وهي العرجون هي قابلة للتحلل فيها مش كما الدرينة البلاستيك اللي هي تضر الثروة السمكية متاعنا.